السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سام من Life with Sam. اليوم هحكي معاكم عن الفارمز والمزارع في كندا والطبيعة الخلابة في كندا. الناس تجي على كندا بالملايين كل سنة من كل أنحاء العالم مشان يزوروا الطبيعة الخلابة والطبيعة الرائعة في كندا. طبعا هذه أحلى الفارم في منطقة برامتون، في منطقة اسمها هيريتج رود. ويجلبون أطفالهم مشان يقعدوا اليوم كله في ألعاب، في بقر، في هورسز، في أغنام. فالأولاد بتلعب مع الحيوانات، وبنفس الوقت they have fun، بيعملوا أبل بيكينج اللي هو قطف الثمار، قطف التفاح. بيكون بفلوس لكن بيكون التيستينج ببلاش، فممكن انت تاخذ تقطف التفاح بنفسك وتتذوق. ممكن في كل مزرعة عندها طبعا طبيعتها، ففي بعض المزارع بتعطيك انك تتذوق تفاحة، تفاحتين، ثلاثة، عشرة، ما بيهمهم. في بعض المزارع بتقول لك لا، التذوق تفاحة او تفاحتين فقط. طبيعة الموضوع هذا والزيارة هذه كتير 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 رائعة. نحن هون من عاداتنا في كندا كعائلات عربية انه بنيجي لهون بشكل دائم كل صيف، وبنقضي اليوم كامل، يوم كامل في المزرعة. هاخدكم في جولة هلأ، هخليكم تطلعوا على المزارع. You, me, our economy, and more importantly, the beautiful home we have here in Ontario. The unique blend of climate, geography, and soils found in Ontario allows apple farmers like me to produce a wide variety of top-quality local apples. Our major apple-producing areas are spread along the shores of Lakes Ontario, Erie, Huron, and Georgian Bay. These large, deep bodies of clean, fresh water are the main reason apples are one of Ontario's biggest and most diverse fruit crops. Planted with close to 16,000 acres of apple trees, over 200 apple farmers in Ontario proudly bring you fresh, sweet, crisp, local Ontario apples each year. With winter pruning, spring plantings, summer thinning, and bountiful fall harvests, growing apples is our year-round labor of love. وبعد مزارع التفاح بنتجه معا الآن لخلايا النحل ومزرعة خلايا النحل. خلايا النحل تحدثنا مع صاحب الخلايا وكان إنسان رائع جدا، أعطانا فكرة كاملة وأخذنا في رحلة في داخل مزرعة خلايا النحل، وشرح لنا عن كيف بيشتغل وشلون النحل اللي هو جايبه مستورد، مش نحل كندي لكن نحل من أستراليا وجايبه على كندا. كان نحل كتير شو بدي أقولكم، حباب، ما كان لا بيقرص ولا إشي، كان مشغول كتير مثل ما بنعرف عن خلايا النحل شلون بتشتغل. مملكة كاملة كانت هذه المملكة، كل خلية نحل فيها حوالي 75,000 نحلة، وكان في عنده 20 خلية كاملات من الحجم الكبير، يعني ما يعادل 1.5 مليون نحلة في المزرعة. طبعاً النحل عم يأكل كلياته من رحيق الزهور والأشجار، أشجار التفاح، وفي 3 أو 4 أنواع زهور تنبت بشكل طبيعي في الحدائق أو الفارمز في المزارع في كندا. عليه أي شيء بيتم، يعني ما في تصنيع، بيتم عمله وتصفيته بشكل أمامك. المزرعة في منطقة هيريتج هيل مثل ما قلنا، وهي منطقة مزارع قديمة في أونتاريو، في برامتون بالذات. الخلية تبعه بيعمل شبه هايبرنيشن في الشتاء. الموسم تبعه هو في عز الصيف إلى نهاية أشهر الصيف والخريف، الله أعلم كما شرحنا إلى أكتوبر. مرة تانية النحل اللي هو جايبه
بيعيش على الطبيعة الكندية والعسل طبيعي 100%. أسعاره كانت جيدة جدا، كان سعر حوالي أخذنا أطراميزات صغيرة اللي هي ما تعادل أظن 400 جرام ب$10، الكيلو 200 جرام كان $25، فالأسعار جدا جدا رائعة، وعم تأخذ العسل طبيعي من المزرعة. تحياتي لكم، وبنشوفكم فيديوهات قادمة مع لايف وسام. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. أنا كتير 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 محتاج منكم المساعدة خلال الفترة القادمة بإنكم تعملوا شير قد ما بتقدروا.